سلام أصدقائي، معكم حسن أبلان بحلقة جديدة اليوم عن هذا البطل. رح نفتح هذا البطل اليوم ونطير هالصاروخ. إذا كنت أول مرة عم تحضرني دعمني بلايك وسبسكرايب وخلينا نبلش. يلا نفتحها؟ يلا عملت سيرش عنا أكثر من شهرين يا إخوان، صدقوني مش عم بمزح معكم. وهذه لقيتها أفضل شيء، أفضل شيء مش بس للمبتدئين، حتى للمحترفين. يعني كوني أنا مبتدئ حبيت بلش فيها. واو، تحفة تحفة فنية. بدكم تنتبهوا شوي صغيرة، يعني ما كتير تقسي إيدك أنتوا عم تفتحها لأنه شوي بتحسها حتنكسر بإيدك. أنا عم بفتحها خايفان. هون البطارية، البطارية بدك تنتبه شوي صغيرة. هون إلها كبسة إذا شايفها، وهون كبسة بدك تكبس وتشد إيدك شوي صغيرة لتفتحها. أنا إذا غلطت إني ما اشتريتها كومبو. كومبو يا إخواني بيجي معها كذا بطارية، أكتر من بطارية، وبيجي معها شنطة وبيجي معها كتير أشياء. فأنا إذا حبيت جرب بهذه أول شيء، ومع الوقت بنتطور. كتير لاحظت بالكومنتات ناس عم تسأل عن هيدا المكان هون اللي هو مطرح اليو اس بي، عم يسألوا انه هون بتتشرج من هون. الجواب اصدقائي لا، ما بتتشرج هون، بس عشان تبعت كل شيء صورته انت على اللابتوب تعيلك. حاول ما تخلي كل شيء عليا، عشان اولا بتصير معاش معك مكان كتير، يمكن تكون انت عم تصور وعامل حساب انه بعد في مكان بالميموري بس ما يكون فيه، فكل شغلك بروح بلا جدوى يعني. والشغل التاني هون، هيدي هون يا اصدقائي تحط الميموري تاعيتك. حاول قد ما فيك دايما فضل الميموري، ما تخليها مليانة. واكيد هود السنسرز، وعندك هون بالخلف مع الاضاءة، الاضاءة كتير مهمة. جد تقيلة وكبيرة، ما توقعت تكون هالقد حجمها. لتدور الكنترولر بتكبس كبسة هون، شوف الإنارة كبسة طويلة، بس تسمع الصوت طبعا دارت. أهم شيء قبل ما تطيرها لازم تتأكد من الطقس قبل بيوم. لازم، ممكن إذا كان الهواء سريع ممكن كتير كتير يكسرها، هو مش يكسرها بمعنى يكسرها، بس ممكن يصير تاخدها شمال ويمين، تضرب بشجرة، تضرب بشي، وهي كتير حساسة. طبعا غالية يعني بدك تخسر مصرياتك. خلصنا تركيب المراوح، بعد عنا عيب واحدة A وواحدة B، منيح سبيل لأنك حتعوزن كتير بعدين. وهلا حاتركها على الشاحن وبنرجع بفيديو انا عم طيرها لاول مره. الله يستر. شغلتين كتير مهمين، البروتكشن للكاميرا. إذا بتشوفوا الكاميرا كتير حساسة، فأنتوا عم تركب الكاميرا البروتكشن بدك تنتبه كتير منيح كتير منيح. هيدي كتير مهمة. الأهم من ذلك، الأهم من الكاميرا كمان، قبل ما تروح كل مشوار أنت تأكد أنك عامل last version، update لللاست version، لأنه هالشي كتير مهم وكتير ناس بتوقع فيه. لانك ممكن كتير انك تروح على مكان انت عامل حسابك وعامل شغل وعامل كتير اشياء، وتوصل لهالمكان البعيد وما تشتغل. فدايما اتأكد انك انت عامل last update.
وهذا كان اليوم الفيديو عن المافيك اير 2، بتمنى يكون عجبكم. ما تنسى السبسكرايب واللايك، بشوفكم بالفيديو الجاي.